أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهادة عطاء خالد وتاريخ نابض بالحياة، وتشكل سلسلة لا تنتهي، فالشهادة هي ولادة للمجتمع والتعرف على حقيقة منهجيته، وتشكل قمة وعيه أن يميز شهدائه وهم فيه قبل أن يكونوا شعلة له في غيابهم الجسدي وخلودهم المعنوي في مسيرته الناهضة. والشهيد هو أحد الدعامات الأساسية في رسالات الأمم، ولذا فإن عزة الشعوب تكون بمقدار بذلها وعطائها لتثبيت وحفظ موازين الحياة، فحينها يكون الفداء والتضحية ثمنا زهيدا لخلق منهج حياة العزة والكرامة. ومن هنا تبرز قيمة الشهيد وتخليده لصون الفكر الإسلامي في مجتمعنا، وصون مفهوم الشهادة المؤثر والسبب الرئيس في نهضاتنا الإسلامية. فما دام هذا المفهوم حيا فينا، فإن الأمة ستبقى محافظة على خطواتها وفق رؤية مبدئية إسلامية. وهذا التأبين المتواضع هو جزء بسيط من حقوق علينا تجاه الشهداء الأبرار الذين خطوا بدايات الفكر المقاوم وكانوا ضمير المجتمع ونهضته، التي تكللت بما تعيشه اليوم من ثورة ومقاومة ضد العصابة الخليفية ونظامها المارق. لا زال الشهيد عيسى قنبر هاجس خوف لدى النظام ما دمنا نعيش خلود اسمه وقيمه ومبادئه وفكر القصاص الذي انتهجه. فجدوة قنبر تشعل جمار قصاص الشعب. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واكتبهم عندك في أعلى عليين، وثبت لنا قدم صدق عندك يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.